خبر آخر عن توجيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإيقاف طبيب عن العمل بسبب مخالفته لأخلاقيات المهنة والأنظمة الصريحة التي تحفظ حقوق المرضى. حيث قام الطبيب بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم ونشرها بشكل خادش للحياة على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يكشف الوزير عن هوية أو جنسية الطبيب، لكنه أشار إلى أن ما فعله يخالف كل أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.